السلام عليكم. اليوم الحمد لله تم تدارك الخطأ من طرف وزارة التربية الوطنية بالنسبة لكادر دو ريفيرونس تاع ليكزامان ريجيونال، أي الإطار المرجعي للامتحان الموحد الجهوي مادة علوم المحيط والأرض 2022. دونك هذا هو المحين اللي خرج اليوم. هانتوما كيف كتلاحظوا عندنا لو سيستيم نيرفو، ها هو هنا لا موتريسيتي فولونتير انفولونتير لا سنسيبيليتي كونسيونت، عندنا لو سيستيم مسكولير، عندنا لومينولوجي لي ميكروب، لومينيتي ناتوريل سبيسيفيك ديسفونكسيونمون بريزرفاسيون تاع لا سونتي دو لاباري جينيتال دي بروبليم ايمونولوجيك. ها هو عندنا هنا الجدول. فوالا لو سيستيم نيرفو، ها هو لو سيستيم نيرفو، لو سيستيم مسكولير، لي ميكروب، لومينيتي، بالدروس نتاعها كامله. يعني باش نختصر لكم جميع الدروس ديال الدوره الثانيه كلها هي داخله في الامتحان الموحد الجهوي. عندنا ريسيتيسيون تاع لي كونيسونس لا 8 نقاط 40% و 60% كتكون على ريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون اكريت اي غرافيك. كنصحكم صراحه تقراو هذا لو كاد ريفيرونسييل حيت فيه دوك الاهداف اللي خصهم او دوك الكفايات اللي خصها تكون متحققه عندكم باش تدوزوا ان شاء الله الامتحان الموحد الجهوي. غادي ندوز نوريكم الاطار المرجعي بالعربيه، ها هو الاطار المرجعي للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة التعليم الثانوي الإعدادي مادة علوم الحيط والأرض. غادي نمشي أنا ديريكتومون للجدول. ها هو عندنا الحساسية الشعورية، التحركية الإرادية، الانعكاس الشوكي، وقاية الجهاز العصبي، والجهاز العضلي عندنا دور العضلة الهيكلية في إحداث الحركة وخاصياتها، خاصيات العضلة الهيكلية المخططة، بنية العضلة الهيكلية ومتطلبات التقلص العضلي، وقاية الجهاز العضلي. المجال الثاني عندنا الجراثيم، علم المناعه، الملاعه غير النوعيه، المناعه النوعيه، اضطرابات الجهاز المناعي، وقايه الجهاز التناسلي، وبعض المشاكل المناعيه المرتبطه بتحقن الدم. جدول المهارات دونك كالعاده عندنا 8 نقاط اي 40% في استرداد المعارف و 60% في الاستدلال العلمي والتواصل البيني والكتابي، اي 50% في الاستدلال العلمي و 10 اللي هي جوج نقاط في التواصل البيني والكتابي. وهذا هو جدول التخصيص ديال كل مكون مع النقط ديالو او النسبه المئويه ديالو بالنسبه لهذا الامتحان. المهم كنشدد على انه من المهم جدا انكم تقراو هذا الامتحان، هذا عفوا الكاد ريفيرونسييل. والحمد لله المهم اوغوزمون انه تم تدارك الاخطاء اللي كانوا داروه في البارح فوالا في المادتين علوم الحيط والارض وكذلك ماده الفيزياء، اي انهم حذفوا الجهاز العصبي والجهاز العضلي اي وظائف الربط وعوضوها بالتربيه الغذائيه. هذاك لو كاد ريفيرونسي اللي تم النشر ديالو هو قديم جدا قبل من 2009. نتمنى لكم التوفيق وحظ سعيد.